قانون العقوبات ما له علاقه بالدين الاسلامي، لانه احنا عندنا الزاني والزانيه لهم جلد في حاله وجود 4 شهود. اما في حاله زنا زوجيه ولا يوجد شاهد غير الزوج، فهنا يطلب الشهاده منه، والايات صريحه جدا بالقران، 4 شهادات والخامسه من لعنه الله عليهم كان من الكاذبين، ثم تطلب هي للشهاده. وهي لازم تقول 4 مرات انه لمن الكاذبين، والخامسه من لعنه الله عليها ان كانت من الصادقين. اذا شهدت هي، اذا هي نكرت عفوا، مش اذا نكرت انه هي مسويه اي شيء وماكو شاهد غير زوجها، يدرأ عنها العذاب. يدرأ، القرآن بيقول يدرأ عنها العذاب، يعني ما مسموح لها حتى يضربها راجلي، طيب ويبقى عقابها يوم رب العالمين. هذا الدين الإسلامي. القانون العراقي شو يقول؟ يقول إنه الرجل إذا شافها يقتلها، ويقول أنا شفتها بدون دليل طبعاً، يطلع بجرائم غسل العار وإلى آخره من القوانين، اللي تطلع بأحكام مخففة ويطلع. يعني هسه على 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 حد على حد على حد مفهوم اللي اخذه من عندك انه الجندر، هو لضمان حقوق المراه، لو شنو بالضبط؟ خلي اكمل في دول الضمان. تفضلي. اما في حاله الزوج الخائن، الزوج الخائن لا تعتبر خيانه اذا ما كان داخل منزل الزوجيه، يتحاسب عليها فقط اذا كان داخل منزل الزوجيه وعلى فراش الزوجيه. اما اذا كان برا البيت لا يتحاسب عليه الا اذا كانت المراه الوية متزوجه وهو يعلم انها متزوجه. شوف الشروط. تشوف الشروط؟ هذه الشروط اذا ما توفرت الرجل لا يتحاسب على زنا الزوجيه. هي ما هو القوانين الموجوده بالنهايه هي مستمده من اديان، يعني ماكو قانون اجى بدون مصادر. هذا الدين، هذا القانون مال زنا الزوجيه لا يستمد من الدين الاسلامي، الدين الاسلامي يقول شيء والقانون موجود يكون شيء ثاني. شنو علاقة الجندر بهذا الموضوع؟ انه اكو تمييز جندري بالقوانين. اكو تمييز جندري، اكو عقوبة تتعاقب بها النساء فقط بدون الرجل، هي نفس الجريمة.